حدثنا شعبة. بالمناسبة اسم شعبة، هل يستحب لي أن أسمي ابني شعبة؟ طبعا في مقصدان أو ملمحان. الملمح الأول أو ثلاثة ملامح. أولا، هل هناك حديث عن رسول الله في الباب بتسمية هذا الاسم أم لا؟ يعني مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام قال حب الأسماء إلا الله عبد الله عبد الرحمن، ده باب سمى أسماء، سمى حسن، سمى حسين، سمى بأسماء بعض الأنبياء كإبراهيم عليه السلام. ثانيا، المدلول اللغوي للإسم، هل هذا المدلول اللغوي للإسم طيب وليس بطيب؟ ثالثا، وله أهميته، إن كنت أحيي بهذه التسمية ذكر شخص صالح. رابعا، أسماء الصحابة التي ليست بجيدة، ليست بذات مدلول طيب. في أسماء صحابة، مثلا صحابي اسمه حمار، ملقب بحمار، لا تسمي ابنك حمار. واضح الكلام؟ آباؤهم هم الذين أسموهم هذه الأسماء، وكانت لآبائهم في الجاهلية مقاصد، أبوهم كانوا كفارا، كانت لهم مقاصد. مثلا يسمون الأولاد بأسماء مهملة حتى لا تتجه إليهم العين. هل يسمون أبنائهم بأسماء مزعجة للأعداء؟ سمي ابن مخرب مثلا، هل سمي ابنه باسم حجر صخر؟ يعني تجد في اسم حجر في صخر. أحيانا يسمون ابنهم بأسماء الحيوانات للإرعاب. لكن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فأنا ذكرت هذا لماذا يا إخوة؟ أن بعض الإخوة غفر الله لهم بدأوا يتكلمون في شيء وحذفوا المناسبة. كنا عند واحد من إخواننا، فهذا الأخ تنازع مع أبيه، كان دعنا إلى عقيقة، تنازع مع أبيه في تسمية الابن. الأب يريد أن يسمي الولد طلحة، يسمي الولد علي، والابن اللي هو الأخ يريد أن يسمي الولد طلحة. الابن يريد يسمي الولد طلحة، والأب يريد أن يسمي الولد علي. فلما كان ذلك كذلك، فمن سألوني قلت من ناحية المدلول اسم علي أحسن من اسم طلحة. فالعلي من العلو والسمو، والرسول أقره، لكن من ناحية اللغة كلامنا من ناحية اللغة، ما معنى طلحة؟ طلحة شجرة الموز، الموز وطلح منضود. فمن ناحية المعنى اللغوي علي أحسن من طلحة معنى لغويا. فلما تكلمنا أن معنى الطلحة شجرة الموز، وجاب الكلام أو الموزة، وجاب الكلام أتى بعضه في الاستطراد، وأنا مثلا كلمة ذر وأبو ذر، ذر ما معنى الذر؟ النملة، النمل الصغير اسمه الذر، النمل الصغير اسمه الذر. ما معنى الجندب والجنادة؟ كل الفراش. فكانوا يسمون أبنائهم بأسماء فيها يعني تقليل من شأنهم، خوفا أحيانا من الحسد. من الذي سماهم؟ أباؤهم هم الذين أطلقوا عليهم ذلك. فأنا مش ملزم بأب كان كافرا أن أسمي ابني كما هو سمى ولده، إلا إذا كنت أريد إحياء ذكر الصحابي فقط. السبب قد يأتيك من هنا، لكن من ناحية المدلول اللغوي وهدي الرسول نفسه
رسول ما سمى أسماء أبدا إلا ذات مدلول طيب. سمى عبد الله، سمى القاسم، سمى إبراهيم، سمى الحسن، سمى الحسين، سمى قال الرجل الذي اسمه حزن قال بل أنت سهل، سمى أسماء ذات مدلول طيب، سمى أسماء ذات مدلول طيب. فأنا هدي محمد هو الذي على يعني يقدم على كل هدي. فواحد فيه من الكلام نتش من الكلام من الناس اللي الله يكفينا شرهم يا رب أينما يكونون، قال لك هذا يتكلم في طلحة بن عبيد الله وتكلم، ما تكلمت أبدا في طلحة، نحن نناقش بس طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، صحابي جليل فاضل من العشرة المبشرين بالجنة، وقال النبي أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، وقال القائل رأيت يد طلحة شلاء وقي بها النبي يوم أحد، وقال النبي عليه السلام طلحة ممن قضى نحبه. نصوص كثيرة فضل طلحة، لكن نحن نناقش مسألة الاسم، نناقش مسألة إذا كنت تقصد بالاسم إحياء ذكر صحابي لك أجرك عند الله، لكن إذا كنت تقصد المدلول اللغوي لا، غير طلحة أفضل من طلحة، وغير أبو ذر أفضل من أبي ذر كتكنية، كتكنية الكلام واضح يا جماعة. فواحد كده ما أعرف ما الذين آم الله بصائرهم يأخذ كلمة من نصف الكلام ويقول لا ده بيتكلف في طلحة، يا أخي مش كده الكلام، لا يتأتى أبدا بهذه الطريقة أبدا، ظلم بين يعني أنك تقول كده. وإنما كاتبين كتاب الصحيح المسلم فضائل الصحابة، وفي خط العريض بعد الأربعة المخلفاء فضل طلحة بن عبيد الله صاحب رسول الله، يعني مش ما يكونش كده يعني. لكن نتكلم لو أنا أسمي ابني الآن، أسمي ابني ماذا؟ بأسماء سماها الرسول أو حث عليها الرسول، أو أسماء ذات مدلول، ذات مدلول حسن. أقول هذا لأن بعض إخواننا من المحدثين سمي ابن شعبة مثلا، إيه شعبة؟ طبعا أنا هأخذ ثواب في شعبة، مش هأخذ ثواب كبير في شعبة إلا حسب نيتي. لكن إن سميت ابني محمد أفضل ولا سمي شعبة؟ محمد أفضل، وأحمد أفضل من شعبة. وكان بالمناسبة الشيء بالشيء يذكر، كنت في الحرم في سنة من السنوات، من زمن طويل، يوم ميلاد ابننا صالح الله يحفظه ويحفظ ذريتكم جميعا، وكان مولد يوم 26 رمضان تقريبا في هذه الأثناء. فالمهم اختار، كنت أريد المقارنة بين اسمين صالح أو أسامة، فاستشرت أخي الشيخ محمد فرج الله يحفظه من بلقاس، فقال يا شيخ مصطفى أنت تخيرني بين النبي وصحابي، قلت صدقت خلاص انتهت الله، أفتيتني انتهى الأمر. ونظرت إلى المدلول أيضا، مدلول صالح أحسن من مدلول أسامة، وكاسم صالح نبي وأسامة صحابي، خلاص قضي الأمر. فليس معنى هذا أبدا أننا ننتقص اسم أسامة ولا 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 نتعرض له بأي سوء أبدا، بل نثني على أسامة بن زيد حب رسول الله. نحن في مقام مفاضلات بين الأسماء. بارك الله فيك، لا تؤاخذوني يا جماعة، الله يبارك فيك، تفضل. فكلام على أن بعض الإخوة بيلتقط اسم شعبة ويقول لك أنا أسمي شعبة. واحد من إخواننا بيكلمني نفسه، الطلبة اللي موجودين معنا أظن موجود معنا أو خرج، أبو تيمية. طيب يعني إيه أبو تيمية؟ ما معنى تيمية؟ مش عارف هو تيمية يعني. بدأ الإخوة يفتشون، واحد يقول لك تيمية يعني الصحراء، يعني قلت هل أنت أبو الصحراء؟ اللي مش فاهم يعني، انت ما تقلدش تقليد وانت لا تدري ما معنى، الا انك اذا كنت تريد احياء الاسم، بس احياء الاسم اسم العالم بما لا يضر بولدي ايضا. يعني ممكن الطلبه في المدرسه روح يا تيميه، تعالى يا تيميه، والناس ما تعرف معنى تيميه ولا ابن تيميه. وهل انا اساب بهذا انني اذا سميت تيميه اساب، او اساب اذا سميت احمد مبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد يحيى لم نجعل لهم من قبل سمية. الكلام واضح. أقول هذا بس لأن الناس كده جلسة عيادا بالله ما يفكروا إلا في انتقاد كلمة من النصف
ويبدأ يبني عليها يعني ما يريد من ضلالات هجومه. تفضل يا شيخ.